وفاة الفنان اللبناني مروان محفوظ عن عمر ناهز 80 عام متأثرا بأعراض كورونا. توفي الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ عن عمر ناهز 80 عام في مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى المستشفى بسبب اشتباه في أعراض فيروس كورونا بعد ارتفاع حرارته وأصابته بضيق في التنفس. وفقا لوسائل إعلام لبنانية، واكبت وفاة الفنان الراحل مروان محفوظ مأساة كبيرة بسبب رحيله خارج وطنه مع تواجد عائلته في كندا وسط قيود السفر والتنقل التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا. اشتهر الفنان الراحل مروان محفوظ بأعماله مع الرحبنة، حيث شارك في مسرحيات كثيرة منذ عام 1965 حتى عام 1973، منها سهرية التي لا تزال في ذاكرة الكثيرين، كذلك من بين هذه المسرحيات دواليب الهوى، أيام فخر الدين، هالة والملك، الشخص، يعيش يعيش، صحي النوم، وناس من ورق. كما تابع تعاونه مع زياد الرحباني الذي لحن له العديد من الأغنيات، كما عمل أيضا مع المخرج ريمون حداد في بيت الدين مع مجموعة من الفنانين الكبار في مسرحيات كتبها إلياس الرحباني وإلي شويري وغيرهم.